هذه ماشي تجربه الاولى، كان ديجا البنيه الكبيره دوزات، ونفس الاحساس ديما الاباء وكيكونوا متوترين حتى هما بحال الابناء، كنحاولوا نخفيو التوتر ديالنا على الاولاد ديالنا باش ما ندوزوش لهم هذاك السلبيه اللي كتكون في هذاك التوتر، وكنشجعوهم باش ياخذوا الامور بصوره زعما هينه، ما يكبروش الموضوع اكثر من اللازم، باش نفوروا لهم الحمد لله الظروف زعما المناسبه يدوزوا الامتحان ديالهم باقل توتر اللي كان ممكن. زيك ماشي انا اللي حضرت معاهم، هما كيديروا المدرسه ديالهم بعد الدعم، عاوتاني دروس ديال الدعم، وجاهم شويه صعيب انا اللي بان لي، لان بان لي بزاف ديال البنيات والدراري خرجوا شويه مسكين كيدمعوا كاع، ولكن الباكالور هو هذا، تقطع في ماده سهله وحده صعيبه، ولكن امتحانات هما هذا هو هذا هو المنطق ديالهم. اكيد اكيد الاباء عندهم، الاباء واولياء الامور عندهم واحد الدور كبير، لانهم هما اللي كيشكلوا هذاك لو سوتيان مورال بوغ لي زيليف، يعني كينصحوهم كيشجعوهم يعني كيديروا لهم واحد لا موتيفاسيون على انهم يتكونسونطراو مع لي زيكزامان ديالهم، دونك عندهم دور كبير الى جانب الدور طبعا ديال الاساتذه اللي كانوا كيعبئوهم قبل وهذا وكينصحوهم وكيوجهوهم. وي وي كاين هذه المساله هذه، لان ديجا كما قلت لك ليكزامان شويه كان طويل، دونك يعني نورمالمون خصهم ينتظروا حتى حتى تكمل الوقت باش يلاه يكون واحد لو طون سيفيزون ليهم باش يكملوا ليكزامان ديالهم. كاين بعض حالات الغش، تم رصد بعض حالات الغش هنايا في المؤسسه، ولكن الحمد لله جميع الاطر الاداريه والتربويه كتعامل بحزم في هذه المساله، لان الوزاره عطات التعليمات ديالها صارمه لان نحاربوا الغش بكل ما اوتينا من قوه، وخصنا ننجحوا يعني جميع التلاميذ خصهم ينجحوا عن جداره واستحقاق.